التسوق بلش سريع، الشباب عارفين شو بدهم كتير منيح، اللوايح عم تتشطب والشريو عم بيتعبى. وين اللبن؟ اوكي نحن جبناه من هون. ايه بدنا ريموم اوف ذا صف. شو؟ بالصف هون؟ ايه اكيد. شو؟ سوري كمان نحن عن جد بالصف؟ شو عم تسوي؟ وجايين نجربكم؟ خبرونا بتعرفوا بعضكم من زمان؟ انا وريمون صارنا حوالي 5 سنين أو 6 سنين، يعني اول مرة اشتغلنا مع بعضنا كنا بمسرحية غابة بلا قانون. وانتقلوا الشباب من البراد وكملوا تسوقهم. ألف صحتين. بس بتعرف حلو واحد يعمل شوفك بلا مرته. بلا مرته بتشتري على ذوقك، بتشتري على ذوقك أنواع. نص كيلو بليز. تفرم لنا اياه. ايه يا عمو المعروف لكير حلو. انا خليك ما دق العظمي تحت. قالوا الاغراض على السياره. والبداية؟ يلا يلا هيا بنا. أنا الثوم. أنا عم بص لهيدا هلا. بس ما بدنا نكركب الدنيا. لا لا ولا يا أهم شيء النظافة. أهم شيء النظافة. أهم شيء ما تكركب المطبخ. لا يا زلمة ولا. لا مش لشيء لأنه أنت فاني لأنا باقي. أنا باكل قتلة. شو جايين نجربك نحن؟ أنا ليه بس نخلص. ايه لازم يشيل صحن لمرتي. وين؟ قولك بيغسلوه ما يحطوه؟ شنو ها؟ هودي. ما شنو خلينا نشوف شو هو بيغسلوهن ما هي؟ الحموس لا ما بفتكر. وكيف لا يا زلمة؟ عن جد بيسمع. دوق تشوف. لا ما بيسمع. لازم يتغسلوا. ايه طيب انا شو حاط البرميتر؟ شو خاف شعراتي يهروا يعني؟ يعطيك العافية ابونا انا مبسوط منك. فوز سيجارة وارشادات. يعطيكم العافية. ما يعطيك العافية. انا بعمل هودي الفتة. شاهل شاهل طيب لك كسر الخبزات. شاهل 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 بالشغل. يعني هالفجل ملك الحلقة. دايما بتطبخوا او هيدي اول مرة؟ انا هيدي اول مرة بطبخ، يعني اول مرة فوت على المطبخ. الله كبير يا ابونا كبير. ضربت الرمل ضربت الرمل باسمع عزيمة وجودكن حط بقلبي عزيمة عزيمة وانا عجايين نجربكن اليوم. ما بدي عزيمة عزيمة انا من واجبي لبي الطلاي. يا يا هابي يا باي يا حمد يا حمد يا حمد او تيك. لا يا زلمة ريمون ريمون والملح شو القصة؟ عمي ما في مش اطيب من الملح. لازم يغسلوها هذه. بس شو ما كلهم ما بعضوا. اذا بتهيز النظافه 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 يا ابونا صار معنا بالنظافه. هلا ليك كيف تنقع شغلتين مع بعض؟ لا لا ما بيصير شيء. النظافه يا ريمون. شو خص النظافه يا حبيبي؟ انا قعدت شو اسمه مع ريمون عمول معروف. شو بندوره هي هيك بنصها حلوه. فوند انتروغاسيون طالعه ولا؟ الشيف اللي بده يجي يشوف بده يتعقد. مثلا شيء بالكبيرة لوحة. هيدا الأكل اللبناني الأصيل. يعني جدود جدودنا ما عاملين هيك طبخة أبدا ولا بفكر. مخبصة تخبيصة.
وانتقلنا على الباربيكيو. ووصل الشافعي ما ضل عراوي. مرحبا شو هيك اليوم؟ عم بكون اليوم؟ يلا نحن اللي بنستقبلك، اهلا وسهلا. بس انا بدي تفضل. اهلا على زيد فرمك يا ابو نوره، اهلا وسهلا. شو فتوش؟ نعم. عملتوا الخبزات هون، شفت في شيء خبز هيك؟ هلا منا غلط، ما احنا عقدها كثير، بس نعمل شيء اسرع وشكله ارتب بيكون. السكين لازم تكون منشار، ماشي الحال. لحظة. في؟ ايه في عنا في حد وحدة صغيرة رح جربها انا، بس هي تكون كبيره منشار، لان دائما تقطيع الخبز بصير بسكينه المنشار. اوكي ونقطعهم هلا هيك. اوكي رح نرفع صور يعني. مزبوط. طفره وجو البيت كله خشب وقداسه، ما نكون عم نلغي الآخر وما نكون عم نحب الآخر. بالنهاية كليتنا شركاء بالوطن، كليتنا إخوة مع بعضنا البعض. فنحن بدنا نقلكم ب أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. نحن بنقلكم أبشعر بدلنا على السفرة. أهلا وسهلا. شو جيب نجربكم أصلا؟ يا أهلا. لا 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 بس نحن من الأول يعني بدنا نكون واضحين، إذا بتريدوا شيء طيب بتقولوا عنه طيب. أكيد أكيد. حكي ضميرنا. ايه ايه يوم السفرة، اما خلينا نقول عن التيبل سيتنج اللي كان عم بينشغل، اكيد بسيط لانه اول شيء انا موجود بالتام اللبناني، بالجو اللبناني، فهون فيني اقول انه الاتيكيت شوي مستبعدة، لانه اليوم لنكون منطقيين ولنكون طبيعيين، عم ناكل سفرة لبنانية، جوانح، السمك المشوي، الفتوش، يعني بنعرف كيف كنا من زمان ناكل الفتوش بايدينا. فكتير مستبعد يكون موجود هون الشوكة والسكينة ووين الهيك كاس العرق، الجو اللبناني، فينا نقول هيدا جونا، يعني هذا جو السفرة اللبنانية، بتوقع كان من أحلى الأجواء اللي كنت أنا اليوم عم شوفها. فما ننسى الإتيكيت شوي هون. ميرسي كثير. ما جبت شيء بايدي يعني زي بايدي. يعني بنفهم انه هدول منك مش من وجهي؟ لا انا احلى بوكيتي. بوكيتي. اه انا قلت لك انجيل انه ابونا، يعني انا بدي اشتري ابونا. كثير حلو كثير حلو. اوه لك حلو. انجيل وانا شو؟ لا حلو تي بوكس او حي الله شيء. بس ميرسي كثير. ميرسي يا ضياء. انا حبيت تبلوله. ميرسي يا ضياء. يا مزوقة وميرسي يعني على الوردات ولو كبونا حجلتينا. ان شاء الله الاكلات يطلعوا طيبين. كادويات انا ما فيي اقول الكادو مش حلو، لانه الكادو هو انجيل. كادو كثير 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 حلو وانا بدي اشكره. انا حبيت كثير هذه الصندوقه، الصندوق اللي بحطه فيه هذا البوكس الصغير، بحطه فيه علب الشاي هيك. ما فينا نعرف هلا مين عامل هلا مين كلكم. لا نحن سوا، نحن اشراكي، نحن شريكين. فاللي عملوا الابونا عملته انا والابونا عملوا الابونا، وهذا هيك اضافه سحريه. لا اكيد في لمسه سحريه فيه. لا 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 فتوش كان كثير طيب. طيب منيح شوي، انا لقيته شوي فيها شوي حامض. منيح يعتبر منيح. ايه بس منيح يعني المفروض. عن جد طيب. كيف عملت الصلصه؟ الصوص؟ بدك تعرف كيف؟ تفضل. الفتوش صراحة ولا اطيب، كانوا محضينه بشكل انا شفته كثير منيح. كانت اللي بيميزها هالسلاد الفتوش انه كانوا مقطعين الخضره بشكل هيك قطعة كبيرة منه صغيرة، كان الاشياء مثل النعنع والبقلة مفرفطينة عاملة فوليوم هالسلاد الفتوش. حبيت الطعم كتير والالوان كمان كانت ملفتة فيها. احنا صيدني هون. نعم. هلا نحن كنا رايحين على البحر. كنتوا اليوم اليوم كمان امبارح امبارح لما كنت زي امبارح عشية بالليل 3-4 وجبة جدا. نعم. ايه وعملنا لهم زينة وزينة متعوبة عليها الزينة. ليش يعني يا محلى علامة الاستفهام اللي حاطينها هوني؟ هيدي يا ريت الكاميرا فيها تشوف علامة. هي علامة هيدي شو قصكم فيها هوني؟ هيدي حزار شو؟ هيدي شو؟
هيدا حزار هي شو؟ لا حزار نتيجته وين بدها توديك؟ ما بعرف ليش كان الخيار انه يكون في تونه وسردين معلبات على الطاوله. هذه الشغله يعني قد ايه اليوم كنت مبسوط بالقعده بالاكل بالجو ولا احلى من هيك. هون يمكن انزعجت شوي، ما ليش اختاروا خلينا نقول غلطه الشاطر بألف، ليش اختاروا يكون في تونه معلبه ام السردين؟ ما بعرف يمكن لنزيد كم صنف على الطاوله وهذا مش المطلوب يعني. كيف لقيتوا البيض والبطاطا يلي عملهم ريمو؟ مش غلط، انا حبيتها. هلا انا ليكي ما فيكي تاخذي كثير البيض البطاطا، ما فيكي تاخذي كثير علي لانه انا بندفن عندي، ما في مشكله. درسه طيب وجيب ويعني شو اشوش اشوش كل ديجستاسيون بدك تسالي ضيا فيها، انا كله بينبلع عندي. هون شو في هون مين عملها هيدي ريمو؟ هيدي الأمونة، هيدي من المفروض شو طلع كله الأمونة؟ شو هي هيدي فتة حمص؟ اوكي اوكي كيف عملتها؟ وجيب حمص؟ شو خبرية طويلة؟ فتة حمص، أول شيء بتجيب حمص، بدك تسلق الحمص قبل اليوم. نحن سلقناهم قبل الليلة. تسلق الحمص، من بعد ما تسلق الحمص بتحط معهم خبز خبز محمص حمص وبتحط نقطة زيت وبتحط بهارات شو البهارات ولا هول سر الشيء اللي موجودين عندنا شو في حطينا اوكي شو انت بتعرف حافظ اسمائهم اكثر منهم يعني هاي اختصاص ريمون بدون شيء توم بدون حامض شيء لا لانه توم بتوم مزعج فيها لبن محطوط لهم طول بس وقت اللي عملوا الحمص وهيك نحن عملنا الحمص اول شيء تحت بعدين اللبنه حطينا لها ثوم وملح هذه لبنه ولا لبن؟ لبن لبن ولبن حطيناها يعني هن الحمص من تحت ما فيهم ثوم لبن اللي فيه ثوم كيف؟ بس هو حمصهم في صنوبر على الوجه محمصهم وحطهم عليهم؟ نعم صنوبر؟ صنوبر نعم الفتة بلبن لأول هيك ما نزلت على الطاولة حسيتها شوي شكلها مش كتير الاشياء الصعبة ما ننقل الاشياء الهويني بالطبخ تعودنا يعملوا لي باربيكيو وباربيكيو حاولنا نحن نطلع من المألوف ونكون شوي هيك اوريجينال مضبوط واهم شيء النظر هذا شو بدك تقلي هلا في تحت الحمص؟ احنا جماعة كرة هذا كرم زايد احنا جماعة كرة ما اوكي باخذ شوي منهم ايه تفضل جوانح ليمون شو عملت فيهم سلقات ولا دغري قليت و تبلت قبل بليلة قبل بليلة ايه بس هذه مضبوط تبلت قبل بليلة ايه تبلت مثل الحمص لا مش مضبوط قبل الفرن فجوانح ولا اطيب من هيك جوانح جد طلبت مرتين جانح ثاني طعمه كتير طيبة توم كتير عامل هيك جو مميزة وخاصة انه بيلبق نعمل نقعة منه نقعة طيبة ايه انا ما عندي مشكلة فيهم الجوانح انه زلط منيح كلهم طيبين من بعد هالحديث كله ماشي يعني كله مش ديك بتعرف النسوان هن بيكون عنده جو اكتر من الرجال بهالموضوع فانا اللي انبسطت بكل هالطاولة انه ما في فات كتير يعني وانا كتير ملحها من برا ومن جوا ايه كثير امبارح بالحامض بس بالنهايه الواحد بياكل على ذوقه بس سمك طيب عيل تنبل بعيش وكسلان بهالدنيا ما عنده هم مبسوط بحاله انعان عايش وحاله ململم وبيه فلاح ومسكين بعمره شارف على السبعين بيخدم ارضه صار له سنين بيفديها بروحه والدم وابنه تنبلت حملي لا شغلي ولا عملي بيمشي ببطء النملي ومبهدل حاله بضم حاول البي يقله وعدرب الصح يدله وابنه باقي بمحله لا بيسمع ولا بيهتم بس العلة مزروعة والكلمة مش مسموعة بعلمه بينام بيوعة تنبلت وصارت بالدم لبي فور دمه ولمين بيشكي همه قرر لابنه يطمه عم يحكي ويرجف من سم بجنينة بقلب البورة الناس بتوقف مبهورة بيرمي ابنه بالجورة حوله العالم كله لم خيو بيقله جنيت اعطيني ابنك لو حبيت بيمشي معي على البيت مع رفقات ولاد العم من الجورة فتح عيون قال له يا عمي ممنون امشي الهيئة فيك جنون يا بابا كمل الطعم حلو
فخبركم كمان خبريه البونه والصيني. في خوره عندنا بلبنان بينشهد له بالايمان، المرضى بيخدم صار له سنين وهالخدمه فيها انعام. على المستشفى بينادوه والمرضى كلهم حبوه والعالم كانوا يسموه قديس وخوري فهمان. في زلمه كان عم بيموت والمستشفى كله سكوت، بيجي الخوري على بيروت حامل بايده القربان. خوري حد الزلمه ضل بيمشحه صار بده يفل. من الغرفه الثانيه بيطل ممرض عم يركض فزعان، قال له يا بونا احكيني. عيونه كانت حزينه، في عنا زلمه صيني بده المشحه صار له زمان. الخوري عند الصيني راح وهالمرة منه مرتاح، كيف بده يداوي الجراح وصيني ما بيحكي كمان. حد فراشه الخوري الشاب بيصلي وبيناجي الرب، من عيونه نظرات الحب بترد الخاطي ندمان. الخوري واقف بمحله تشي تشان تشون، الصيني قال له وعوزه صار يدله ويشبك بالفرش خيفان. تشي تشان تشون شو بده يقول، عيونه بالخوري بتجول. مات الصيني ومش معقول سره يدخل بالنسيان. دفنه باليوم الثاني العالم كانت حزناني، صيني بيحكي لبناني بين العالم واقف كان. قال له البونا بتسمح لي لو هالجملة بتشرح لي، رفيقك مات ومستحلي السر اللي قال لي هو يبان. مبارح نادوني المحتو كانت تعبالي صحته، ما لحقت اني مشحته قال لي عم يرجف نقزان. تشين تشان تشون شي بالصيني يشبق عم بيناديني، عرفته عم بحكيني وعلي ما كنت فهمان. شو كان قاصد يقلي ايده عوجه يعلي، طمني وهمي شلي شو كان بده هالإنسان. قالك يا بونا تعيش في حل غير ما فيش، شيل اجرك عن النبريش نقف على الأكسجين. بس سمعت الشعر من البر فادي حرام. وعلى الوجه حاطين سنوبر كمان وجردهن وتحت رز والعلبة شو لونه؟ رز لا احنا خالصين جبنة وخالصين رز داعين سكر داعين حاطين. شو شو عم ناخد؟ هيدا قلب سلطة فريدي. نحن بدنا ناكل رز وتستطعم. اوكي عم عم تختبروا اوكي ما رح تخبرونا عن الرز التالي. ما فينا شيف هذا، نحن عم ننزل كتاب يعني اذا إذا جينا كشفنا كل شيء شو كيف بدنا نبيع الكتاب؟ شو عم ناكل؟ برجع خبرك الروسيت كليته سوا. ماشي. لا 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 خيطنا بالكتاب كيف بدنا نبيعه؟ عصبة شغلة؟ هلا عم ننزل كتاب نحن يعني. بدو ايه؟ للهيلثي فود. وهيدا. وهيدول كان وقت اللي يكونوا مرفوعين. نعم. مش 4 أيام بالبرة. ليش 4 أيام؟ مش ليك. هلا بنركن ليك. نحن بدنا نعطيكم حول الكروتة. هلا بدنا نعطيكم حول الكروتة. اوكي. يعني. الروسات تبعهم في حال الاحساس باي عوارض جانبيه اسهال تقيؤ ورم في العينين دقات قلب سريعه انتفاخ في الارجل، هذه كلها علامات لبدء التسمم. لهذا الرجال الاتصال بالاب الدكتور فادي التيمي والطبيب ريمون صليبه. وفي حال الوفاه الدفن مجاني. والطبيب ريمون صليبه وش بيطلع منه حاجه شخصيه. على فكره ابونا كثير لبق لك الحكي. شكرا اخي ربي ريمون. انا يعني بنصحك نصيحه عم تنزل التمثيل وتتجه للطب. لا ضروري. نعم يا رب يكرمك. نصيحه. نعم نعم. تعتو بتنفع فهيدي بس يعني. لا شو هالوحده ليكو هالجقرة. لا حلوة حبيتها. حبيت. يعني نحن بدنا نوصلكم لهون مش عارفين كيف. الدفن مجاني ما في تبرعات بدل اكاليل. اهضم شيء باللي كل يعني كله طيب ومهضوم ونحن مهضومين وهن مهضومين. والشيف اليوم حبيته انه فات معنا وقال قريدة قال شيء حبيت. بس هي قصة الفكرة الكارت تبع انه هن لابسين يا ريت الكاميرا ما بعرف اذا شفتها. اخذتها لابسين روب و يا الله حلو شيء الدفن مجاني. ما في بدل اكاليل ما في شيء. انه حبيت الفكره انه عارفين سلف شو عاملين يعني قد ايه الجن كثير حلو وهذا شيء واضح يعني برايي هالشغله اللي اعطوني اياها كمان كاتبين عنا هيك حتى مفكرين انه عاملين كارت مصورين حالهم البير وريمو واقفين حد بعض طين اثنين دكاتره ف
فمهضومين ولا وتسكار من القلب نشغاط مع البتا لك شو حلو حبيت سوري شيخ انت نفتح علينا عندنا كنا منتبهين عندك حلقه جديده بتعود فيها ما في شك ما في شك وهديف لقيته هالتجربه هالاكسبيرينس بالنسبه لي متعب كثير انه مهضومه حلوه خبره حلوه يعني انا هلا تنحكي جد انه ولا مره انا قلت لكم فايت على مطبخ بس اكسبيرينس تحيه لكل ام بتتعب وبتتعب بالمطبخ حتى تطعمينا اكل طيب من بعد ماضيه ووجيه وضعوا 15 على 20 على الطعمه الشيف وضع 16 على 20 ومجموع علامه الطعمه 15.6 على 20 لانه علامه الشيف مضروبه باثنين من بعد ماضيه ووجيه وضعوا 19 على 20 على الجو الشيف وضع 19 على 20 ومجموع علامه الجو كمان 19 على 20 المجموع الكامل للفريق